أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر السعادة مع زوزو. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة عن كل الحلقات السابقة، وهنتكلم في الفن الجميل، وهتكون معانا ضيفة جميلة خفيفة الظل، الفنانة الجميلة اللي أول ما عرفناها من يوميات ونيس، اللي علمت في كل بيت مصري وكل بيت عربي، وكانت بدور إصلاح أم مصري. الفنانة الجميلة نجمتنا الكبيرة الفنانة عبير فاروق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، نورتيني ونورت البرنامج. بنورك والله يا زوزو، بنورك، ميرسي جدا. في البداية عايزين نعرف من الفنانة عبير فاروق تجربتها في مدرسة الأستاذ محمد صبحي. اتفضلي يا فندم. والله أنا يعني اتشرفت جدا إن أنا أكون تلامذته، وتشرفت بيكي طبعا ان انا معاكي. ميرسي لذوق حضرتك يا فندم، وهو ليه فضل عليا كبير جدا، وانا اتعلمت منه كل اللي انا بقى فيه دلوقتي. يعني بصراحه هو ما بيبخلش على تلامذته بكل حاجه. نعم. عايزين نعرف راي حضرتك في الاعمال اللي بتقدم الان من سينما ومسرح ودراما، راي حضرتك ايه فيه؟ والله هو في حاجات حلوه، في حاجات حلوه، في حاجات يعني الواحد يعني يقول عليها. يعني انا مثلا في فيلم دعوه عامه بطوله احمد الفيشاوي و اسماء ابو اليزيد وعبد الرحمن، ده حلو جدا جدا، اخراج وائل فرج، ده جميل قوي. يعني فيلم هادف ومحترم وفكره جميله عن عقوق الوالدين، واستاذه سوسن بدر طبعا. فده فيلم حلو يعني، وفي افلام تانية طبعا حلوه، بس ده فيلم له قيمه. وفي برضه مسلسلات حلوه قوي نزلت الفتره اللي فاتت كتير جدا، سواء على شاهد او على التلفزيون المصري. المسرح طبعا كويس جدا، بس هو بقى مقلص ليومين ثلاثه، وطبعا استاذ صبحي هو فارس المسرح يعني. فهو لسه برضو عنده استاذنا الكبير طبعا. عنده شويه اعمال بقى ان شاء الله في المسرح، مسرحيات ان شاء الله كده تنزل تنعش المسرح ان شاء الله. شفنا الفنانه عبير فاروق قامت باكتر من شخصيه في المسرح مع الاستاذ محمد صبحي، ازاي قدرتي تعملي ده؟ وهل ده بياخد من حضرتك مجهود كبير او وقت كتير؟ هو طبعا طبعا يعني انك تبدلي من شخصيه لشخصيه بياخد وقت كتير جدا. وطبعا ده بقى يعني مع الاستاذ طبعا مع التدريبات والمتابعه. ايوه طبعا بيقف معايا حضرتك، ولازم كل واحد يطلع كويس، وكل واحد شارب الشخصيه، وكل واحد فاهم الشخصيه، وطبعا لازم يعني المسرحيه تطلع وهي تمام جدا. نعم طبعا استاذ محمد صبحي ما لهوش اختلاف. لا طبعا علامه كبير. طبعا طبعا اكيد طبعا، وطبعا بيخلينا نلعب كل حاجه، تراجيدي وكوميدي وكل. والفنانه برضه عبير فاروق قمر وجميله، وانسانه راقيه بطبيعتها بره التمثيل، بصراحه انسانه راقيه جدا. عايزين نعرف الدور اللي حضرتك نفسك تقدميه لجمهورك ومتابعينك، ولغايه دلوقتي لسه ما قدمتهوش، بس هنعرف إجابة السؤال ده بعد الفاصل. هنروح لفاصل مشاهدينا، ومكملين معاكم في سر جديد من أسرار السعادة مع زوزو، ابقوا معنا. الوكيل الإعلاني استوديو برايفت يقدم برنامج سر السعادة مع زوزو، تقديم الإعلامية دكتورة زينب عبد الباقي. للإعلان داخل البرنامج لأصحاب المصانع، الشركات والمحلات التجارية، احكي معانا قصة نجاحك، وهنخلي الجمهور يسمع صوتك وقصة كفاحك. لو عندك موهبة سواء التمثيل، غناء، شعر وغيرها من المواهب في مختلف المجالات الحرفية واليدوية وأصحاب المشروعات، نلتقي كل أسبوع على قناة بانوراما. للتواصل على الأرقام وصفحة البرنامج سر السعادة مع زوزو.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. هتظهر على الشاشة أرقام التلفونات في انتظار أراءكم واستفساراتكم من خلال صفحة البرنامج، واللي عايز يعمل معانا مداخلة يتفضل، أهلا بيه. ورجعت لضيفتي الجميلة الرقيقة نجمتنا الكبيرة الفنانة عبير فاروق، وأذكر السادة المشاهدين بسؤالنا قبل الفاصل للفنانة عبير، وبسألها إيه الدور للفنانة عبير فاروق نفسها تقدمه لجمهورها ومتابعينها ولغاية دلوقتي لسه ما قدمتهوش؟ اتفضل يا فندم. والله أنا يعني كان نفسي أقدم أدوار الشر، مع إن الناس واخدة عني إن أنا أم طيبة الحياة جميلة. عايز أعمل شوية شر بقى، شوية شر يعني جربتها في السيدة زينب شوية بس عظيمة، بس ما كانتش برضه شر. عايزة أنا عايزة لسه ما عايزة تتقنيها أكتر. أنا مش بقدر أعمله في حياتي، أعمله بقى في السينما. لا مش متعودين من فنانة عبير ابدا على القسوة، ما يطلعش ابدا. بس هو بقى المهم ان انت يبقى شكلك بريء جدا وانت شيء. وان شاء الله يعني يا رب اقدر الاقي لي دور زي ده كده، بس الناس ما تكرهنيش يعني، ما يكرهنيش. لا لا حضرتك محبوبة للجميع بدون اي حاجة. ربنا يخليك. من خلال تجربة الفنانة عبير فاروق في الفن والمسرح والاعمال الجميلة والمدرسة اللي تتلمذت عليها، مدرسة الأستاذ محمد صبحي، تقدري من خبرة حضرتك تقدمي إيه لأي موهوب جديد في مجال الفن؟ والله إيه النصيحة اللي ممكن تقدميها؟ إنه يبقى صبور، ما ييأس بسرعة عشان ياخد يعني وقته، ياخد وقته وفرصته، مش إن هو فجأة يبقى نجم. مفيش حاجة اسمها فجأة يبقى نجم، كل النجوم حتى يعني تعبوا. الناس لازم تفهم عشان ما فاهمين ان المجال الفني ده اكيد مشوار طويل ومحتاج صبر طبعا، مشوار طويل وصبر وتعليم ومن مشهد مشهدين ثلاثه اربعه دور يعني لازم، ويحبوا يعني يبقوا داخلينها حبا فيها، مش في الشهره ولا في اي حاجه تانية. بس كنا عايزين نعرف من الفنانه عبير، او عايزين نقول لها يعني على خبر حصري مخصوص لسر السعاده مع زوزو، بس ما يكونش حد عرفه قبل كده ولا تم التصريح بيه، وليكن مثلا خبر عمل جديد، وليكن قصة معينة او حكاية معينة، موقف حصل لحضرتك اتحول لقصة مثيرة تحكيها لنا. والله اتفضل. يعني انا عندي فيلم كده داخلي ان شاء الله، لان اتجهت شوية للسينما، فعندي فيلم ما يعني احمد الفشاوي وتاليف استاذ محمد علام، يعني دور جديد، يعني حاجه جديده كده، حاجه روشه يعني، اتمنى انها تعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله يعني اي حاجه من اعمال الفنانه عبير فاروق بتعجب كل الناس. ربنا يخليك. انسانه جميله وسخفيفه الظل وليها بصمه في اعمالها، بصمه جميله وحلوه، ومحدش ناسي يوميات ونيس والدور الجميل اللي كانت طالعه بيه الفنانة عبير فاروق في دور إصلاح أم مصري، ودي كانت أول معرفتنا بالفنانة الجميلة عبير فاروق، وإن شاء الله عهدنا عليكي في الأدوار كلها تكون جميلة زي حضرتك وزي شخصية حضرتك. ربنا يخليكي والله. طب إيه الأعمال الجديدة اللي حضرتك ناوية تعمليها أو بالفعل دخلت فيها وبدأتي؟ هو أنا لسه مخلصة فيلم، مسلسل اسمه يساوي صفر. نعم. تأليف أستاذ محمد إبراهيم وإخراج أستاذ ممدوح زكي، عاملة فيه دور عن عقوق الوالدين وبتاع، وحاجة كده يعني حلوة إن شاء الله عقوق الوالدين يعجب الناس. لأن إحنا محتاجين محتاجين نعم قصص واقعية بنواجهها في أغلب طبعاً. البيوت أكيد طبعاً. البطولة لمين مع حضرتك؟ معايا نخبة بقى كبيرة، أستاذ عفاف رشاد وأستاذ عبد الرحيم حسن وفريال يوسف، ويعني نخبة كبيرة، وأسامة إبراهيم وناس كتير جدا ما شاء الله. عايزين نعرف موقف حصل للفنانة عبير فاروق في الكواليس لشخصية قدمتها وسابت أثر جواها وما زالت تتذكرها. اتفضل يا فندم. والله أنا كان عندي اللي هي مسرحية سكة السلامة. كان ليا مشهد كده الاعتراف مسرحية. في المسرحية مع الأستاذ زمان يعني. من زمان قوي يعني. فكنت واقفة بعترف ومش عارف ايه، وبعد فجأة لقيت الأستاذ داخل من الكواليس وقال له مالكش كلمة عليها، وراح واخدني وماشي. دي ما كانتش في يعني أنا ذات نفسي يعني أنا صعبت في إيه في إيه، إيه أنا رايحة فين؟ دي حاجة. وكانت عاملة طبعا صدى جامد جدا. وفي برضه في كارمن كنت واقفة، فلقيت الأستاذ استنى كده شوية، بعدين قال لي
تفتكري مين يا مشينة تعمل كلمة؟ طبعا دي بالنسبه لي انا يعني استاذه فصلتك ضحك جدا جدا. انا قلت له ما اعرفش اي واحده وثبتناها. كانت جديده. الاستاذ ده بيفاجئنا بحاجات طبعا مش خارجه عن النص ولا حاجه، بس يعني بيدلعنا برضه بيبروزنا يعني. فانا وقعت على روحي يوميا ما قدرتش. دي برضه حاجات. وفي لسه من قريب يعني من اسبوع كده كنت بخلص مسلسل يساوي صفر، وبعمل مشهد يعني مش عايزه احرق الموضوع، ف يعني بقى في الارض كده في الشارع لقيت الناس وقفت، بس الحمد لله ما بوظوش. حضرتك كويسه حضرتك محتاجه؟ لا والله بس بصور. فدي برضو يعني من الحاجات اللي بتفاجئني. بس عايزه اقول للفنانه عبير ان احنا بنواجه في السوشيال ميديا زي التيك توك وغيره مشاهد لناس معتقده ان هي موهوبه وان هي خلاص كده يعني وصلت للكلاس زي ما بيقولوا، وهي يعني عايزين نعرف راي حضرتك في الامثله دي للناس دي ايه يعني؟ والله دي مشكله بنواجهها حضرتك في جداً السوشيال ميديا جداً على تيك توك وعلى غيره من الوسائل. لازم الحاجات دي يعني تتقنن، يبقى في ليها حدود ليها معايير ليها، لان انا بشوف حاجات تيك توك غريبه بصراحه يعني فاك الخيال. جدا. لا بجد فاك يعني الخيال. في ناس بتطلع تعمل اي حاجه، وفي ناس بتطلع تمثل بطريقه مختلفه، وفي ناس اتوهموا بحاجات. الموضوع كان كبير على لسعت دماغ الناس. ده انا من وجهة نظري انه لسع دماغ اغلب الناس البعض طبعا يعني. فانا بشوف ناس لا 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 يعني خلاص. طب الحل ايه حضرتك؟ يعني احنا ممكن نقدر نحل الموضوع ده ازاي او نقننه ازاي؟ يبقى في رقابة عليه يعني. يبقى في رقابة يعني حاجات تبقى شروط تتعمل وحاجات مقاييس ومعايير. نعم. يبقى في عيد رقابه، ده يتوقف، ده يبقى صح، ده يبقى كده. نعم. لان مش هنسيبها كل اي حد يدخل يعمل اي محتوى، ما ينفعش. نعم. يعني في اطفال بتخش على زادت او زودوها قوي، لان في الفاظ بتتقال غريبه، في اطفال بتتفرج. الاطفال دلوقتي التكنولوجيا واكله دماغهم، بيقلدوا اصلا، بيقلدوا حضرتك. طفل النهارده بيفتح التيك توك بيشوف مشهد بعد دقيقتين بالظبط بيقلده بالظبط كانه بتاعه. طبعا. فدي حاجه يعني صعبه جدا. فده لازم يقنن، لازم يقنن، يبقى في رقابه عليه. ده ده لا، ده المحتوى ده غلط، المحتوى ده مسيء. عادي زي ما في كل حته موجود تتويق. كنا شفنا لحضرتك دور اصلاح في يوميات ونيس، وطبعا يوميات ونيس ده ليه ذكريات كبيره قوي معانا ومع اولادنا ومع الشعب المصري والشعوب العربيه كلها. وشفنا لحضرتك الدور انك حضرتك كنت متجوزه حد اجنبي وخلفتي ابنك وسميتيه مصري، وطبعا كانت في القوانين المصريه لا يجوز للمتزوجه من غير مصري في اجنبي مثلا ابنه ما يحصلش على الجنسيه المصريه حتى لو الام مصريه. وتحول القانون فجاه بعد يوميات ونيس، واستاذنا الكبير محمد صبحي وفنانتنا الجميله النجمه الكبيره عبير فاروق، وتحول القانون واصبح لكل طفل يلد على ارض مصر او خارج مصر من اب غير مصري ولكن لام مصريه يحصل على الجنسيه المصريه. ممكن حضرتك تكلمينا بالتفصيل عن الموقف ده؟ اتفضل يا فندم. هو الاستاذ صبحي طبعا في كتاباته بيهتم بكل حاجه بتخص المجتمع المصري والمجتمع العالمي طبعا. نعم. فهو كان عنده الحته دي، فعمل الدور ده علشان الام المصريه اللي بتعاني ان ابنها يبقى من اب عربي او اب اجنبي ويبقى عايش في البلد مش عارفه تعمل له الاقامه. نعم. ولا تعمل له الجنسيه. فما كانش يحق له بقى لو مش معاه جنسيه مصريه، مش هيحق له اي حاجه. لا لا. حتى لو مدارس هتبقى بمصروفات، هتبقى برضو مصروفات اجنبيه مضاعفه، هيتعامل مع وده طبعا اجنبي حمل على الام المصريه. اكيد طبعا. فهو دايما يعني هو كل اعماله ليها فناننا الجميل بتمس دايما يعني المجتمع. حضرتك عايزه تقولي ان الاستاذ الكبير محمد صبحي كان متعمد طبعاً في المسلسل يصير نقطه زي كده؟ طبعا. هو اتفضل. هو اللي كان بيشرف على، هو اللي كان بيكتب وهو المخرج. نعم. هو كان عايز ده. هو دايما حتى في المسرحيات وحتى في ونيس على اجزائها اللي ربت اجيال هتبص تلاقيه دايما مهتم
بالمشاكل اللي موجوده في المجتمع مشاكل المصري، اليوميه في كل بيت، حتى في خيبتنا كمان في مسرحيه خيبتنا. نعم. خلاني الدور بتاعي اتكلم سوري لدرجه ان الناس افتكرت ان انا سوريه، بقى والله انا مصريه ولا سوريه، يا مصريه عشان برضو المشكله السوريه. فهو نعم. دايما بيهتم بحاجته، نعم. بالمجتمع المصري وبالمجتمع العالمي العربي في كل مشاكله. طيب عايزين نسأل الفنان عبير بالنسبة لوجود الأستاذة الكبيرة المرحومة سعاد نصر الله يرحمها، ووجودها دايما في أغلب الأعمال مع أستاذنا الكبير الله يرحمه محمد صبحي. حضرتك عثرتي حاجة زي كده مع الفنانة سعاد نصر الله يرحمها؟ طبعا احنا كنا معاها. احكي لنا شوية عن يعني الله يرحمها الأستاذة الله سعاد يرحمه. نصر جميلة برضه. ايه لن تكرر ولن تعوض. كان أغلب أعمالها برضه مع أستاذنا الكبير محمد صبحي. كانوا عاملين دويتو حلو جدا، حتى هو نعم. أما جه عمل ونيس رفض إنه يجيب حد يعمل دورها، واعتبرها إنها توفت الله يرحمها. بقى في يعني إن ميسة متوفية. نعم. لان هي فعلا كانت عامله معاه دويتو جميل قوي، هي كانت انسانه جميله وفنانه جميله جدا. نعم. يعني ما لازم تساعدنا لو في اي حاجه، محتاجين اي حاجه في اللوكيشن، حد عارفه انت رهبه انا عن نفسي جميلة. او ما شفتها يعني انا بقيت مرعوبه ان انا همثل قدامها. نعم. فلا تحتويكي وتحسسك انه ونعمل. نعم. تبص تلاقيها جايه جايبه لنا عزيزيه الله يرحمها، كانت بتحبها قوي الاستاذ الله يرحمها، فكانت دايما تيجي تجيب لنا عزيزيه وتقعد تهرج معانا وتدينا نصايح نعم. لا كانت انسانه، واشتغلت معاها في المسرح كمان عائله ونيس والله. كانت جميله جدا، كانت انسانه جميله يعني روحها احنا جميلة. فقدناها الله يرحمها كانسانه وكفنانه والله يرحمها الله يعني. يرحمها. بصراحه حضرتك اسعدتينا في اللقاء الممتع الجميل ده، وكان نفسي اكون مع حضرتك في اكتر من كده، واسعدتينا واسعدت جمهورنا واسعدت مشاهدينا، وتشرفت بحضرتك جدا الفنانة الجميلة صاحبة الضحكة الجميلة وصاحبة البصمة الجميلة في أعمالها الحلوة. نورتينا الفنانة النجمة الكبيرة عبير فاروق، وكنت على قلوبنا أخف من ريشة النعام زي ما بيقولوا يعني. نورتينا يا فندم ونورت البرنامج، وبشكرك على اللقاء الممتع الجميل ده. وفي نهاية لقائنا بشكر أيضا السادة المشاهدين على حسن المتابعة، في انتظار تلقي آرائكم واستفساراتكم من